وجدت دراسة من أرشيف الطب النفسي العام أن الأولاد الذين لا ينامون بشكل كاف معرضون لزيادة الوزن أكثر من أترابهم المرتاحين جيداً. وحدد الباحثون أن التقليل ساعة واحدة من نوم حركة العين السريعة زاد مخاطر تعرض الأولاد للسمنة وزيادة الوزن 3 أضعاف. تلك حقيقة، لكن يوجد أمل. فلنسترجع حكايات النوم والصلاة ووقت وضع الأولاد في السرير. إن تأسيس روتين يومي للذهاب إلى النوم يمكن أن يضمن أن الولد سيحصل على نوم كاف ويساعده على تقليص مخاطر البدانة. إذن بالنسبة لصغارنا المزيد من النوم يعني المزيد من الرشاقة.